بضم صوتي لصوت حضرتك وبحيي ايضا الجهاز الفني واللعيبه على الاداء الجيد جدا اللي بيأدوه خلال الفتره الاخيره. لكن حضرتك عارف ان في ضغط مباريات، ضغط المباريات سواء محليا او افريقيا، وبالتالي في لعيبه هتقع منك. لكن حضرتك بنلاقي بسم الله ما شاء الله ان اللعيبه اللي بتحل محل اللعيبه اللي اتصابت زي محمود وحيد بيلعب مكان علي معلول وقادر ان هو يثبت نفسه، قادر ان هو يخش مع المنظومه كانه بيلعب معاهم بقاله فتره، مش فرد جديد لسه على الماتشات بشكل اساسي. راي حضرتك في مستواه، وهل حضرتك شايف ان محمود وحيد قدر ان هو يعني يغطي الفجوه اللي سايبها علي معلول في الناحيه الشمال؟ يعني قبل اخشك على محمود وحيد، عايز اقول ان مستر فايلر نجح ان يخلي في منافسه كبيره جدا بين اللاعبين، ويخلي كل لاعب جاهز ان يلعب، ولما ينزل يقدم نفس المستوى اللي فايلر عايزه او اللي احنا عايزينه او اللي الناس متوقعه منه، اللي ما يعملش خلل في الفريق. فاصبح عندك عدد كبير جدا جاهز من اللاعبين. عمليه التدوير اللي عملها بين اللعيبه دي، حتى انت بتشوف اللي قاعد بره مش زعلان، يعني في لاعب مره قاعد على الدكه يبقى زعلان، دي عمليه خطيره جدا شوي. يعني صعبه، يعني صعبه يعني احنا بشر برضه. انا مش هقول لك مش زعلان ايه ليه، لان هو واثق ان ليه دور، ولما هينزل يلعب وجاهز نفسيا ومركز جدا في الماتش، عارف هينزل يعمل ايه. فالامر ده خلى فيه ان عنده عدد كبير جدا من اللعيبه في كل المراكز، بينزل اي لاعب في اي وقت بيديك المطلوب، لدرجه ان هو الاثنين اللي عملهم تغييرات امبارح نزلوا جابوا اهداف، وجابوا اهداف مميزه، يعني مش اهداف عاديه يعني. علي معلول قيمه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا، زي حمدي فتحي لما كان في وسط الملعب. صح، لما شوفه لما مشي طبعا حمدي كان ليه دور كبير جدا مع الاهلي، وكان من الصعب الاستغناء عنه، وحتى مع منتخبات واحد من افضل المدافعين اللي بيلعبوا دلوقتي، وحتى كل الخبراء اطلقوا عليهم المدافع العصري الحديث اللي بيقدر يعمل كل المطلوب منه في كره القدم. فالاهلي فقد هذا اللاعب لاصابه قد تمتد لست شهور او سبع شهور او اكثر، ربنا يرجعه باسرع ما يمكن. لكن فايلر بتكتيكاته باللعبه اللي عنده قدر يتغلب على هذا الامر. نفس الموضوع بالنسبه للناحيه الشمال علي معلول. علي معلول السنه اللي عدت افضل لاعب في النادي الاهلي، ويمكن كان من العوامل المهمه جدا اللي ساهمت في فوز النادي الاهلي بالبطوله، يعني هداف النادي الاهلي، وهداف يعني هداف النادي الاهلي وافضل لاعب، وعامل موسم حاجه ما شاء الله يعني. لا بس اللي عدت دي كان ليه دور طبعًا واضح طبعًا، وكان ليه اهداف مؤثره جدا يعني طبعًا. كون ان طبعا يقدر الله انه يصاب، فعندك بديل، عندك محمود وحيد بيأدي بشكل رائع وشكل مميز، ما حسناش ان في مشكله يعني. اداؤه دفاعيا واداؤه هجوميا مميز جدا يعني، وفرصه ان احنا كنا نتفرج عليه يعني، فما شاء الله حاجه مميزه وحاجه جميله. برضو المدرب هو اللي ليه الدور الاكبر ان دايما عندك المجموعه دي، لان هو سبق وكان لاعب برضو وحيد في احدى الماتشات، والراجل اجاد ولعب بشكل قوي وشكل مميز يعني. فطبعا حاجه جميله، وربنا يوفقهم يا رب دايما، حاجه محترمه.